أدان رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي الانفجار الذي وقع في منطقة الضاحية الجنوبية لبيروت والذي أدى إلى سقوط ضحايا وجرحى. في بيان له قال ميقاتي إن هذا الانفجار يعد جريمة إسرائيلية جديدة تهدف إلى إدخال لبنان في مرحلة جديدة من المواجهات بعد الاعتداءات اليومية المستمرة في الجنوب والتي تؤدي إلى سقوط عدد كبير من الشهداء والجرحى. وأهاب ميقاتي بالدول المعنية ممارسة الضغط على إسرائيل لوقف استهدافاتها، كما نحذر من لجوء المستوى السياسي الإسرائيلي لتصدير إخفاقاته في غزة نحو الحدود الجنوبية لفرض وقائع وقواعد اشتباك جديد.